اسمح لي يا فندم نخرج للبث المباشر لقرية أبيوها مركز أبو قراص المنيا، نستعرض لحضرتك واحدة من المدارس الحقلية مع المزارعين ومهندس الإرشاد الزراعي. اتفضل باشمهندس حسين. اتفضل باشمهندس. مهندس حسين محمد عثمان، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمنيا. فخامة رئيس الجمهورية، أرسل لك عبر الأسير عطر وفخر ومحبة عروس الصعيد محافظة المنيا مركز أبو قرقاص قرية أبيوها. احنا النهاردة يا فندم في أحد المدارس الحقلية التي يدعمها التحالف الوطني من خلال مبادرة ازرع، والتي دعمت 20,000 مزارع من محافظة المنيا بتقاوي معتمدة بنصف التكلفة، بالإضافة للدعم الفني من خلال المدارس الحقلية، والتي تعلم المزارع من خلال المشاركة وتبادل الخبرات والمعارف وتطبيق الممارسات الزراعية التي تحقق أعلى إنتاجية بأقل التكاليف وتعظيم إنتاجية الفدان للوصول إلى أعلى إنتاجية، وهذا أحد أهداف المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني. شكرا يا فندم. شكرا يا باشمهندس.